نظمت جمعية الأحياء لولاية عنابة والمكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لقاء حول المبادرة الوطنية لم الشمل بحضور نقبي الاتحاد وجمعية المجتمع المدني، وقد أشرف على تأطيره دكاترة وأساتذة تناولوا أهمية المبادرة من جانب تثمين الوحدة ونبذ الكراهية وانعكاسها على الجانب الاقتصادي وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن. المبادرة المتعلقة بلم الشمل الوطني وكذلك ترصيص ودعم الجبهة الداخلية يدخل في إطار ما يسمى الجزائر الجديدة التي تعمل على عصران الاقتصاد الوطني من خلال الانفتاح على العالم وكذلك الصعود إلى مساحات الاقتصادات الكبرى، وما دعوة الجزائر لمنظمة البريكس لقبول انضمامها إليها إلا دليل على أن الاقتصاد الجزائري من الاقتصادات الصاعدة الواعدة التي يمكن لها من خلال التجربة التي مرت بها وكذلك من خلال المقدرات الاقتصادية والإمكانيات البشرية أن تكون في مصف الاقتصادات الكبيرة. اللقاء اختتم ببيان مشترك بين تنسيقية جمعيات الأحياء واتحاد الولائي للعمال الجزائريين.